عشر صفات في اللغة العربية بنستعملهم كتير، لازم تكون عارفهم. يلا بينا. في البداية حابب أشكر كل الناس الحلوة اللي شاركوني أفكارهم ودعموني، بجد شكرا كتير 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 قوي. هنتكلم النهاردة في الدرس ده عن الصفات العشرة اللي بتنتهي بحرف الألف والنون، إزاي بنستخدم الصفات دي وإمتى وفين، هندرس إزاي نجيب المصدر للصفات دي، هندرس المؤنث للصفات دي، هندرس برضو إزاي نقول الجمع للصفات دي. أول صفة من الصفات اللي معانا النهاردة جعان، عايز أكل، أنا جعان. تاني صفة من الصفات عطشان، أنا عطشان. عندك مية؟ أيوة اتفضل. تالت صفة شبعان، تأكل يا صاحبي؟ شكرا أنا شبعان. رابع صفة حران، أنا حران. خامس صفة بردان، أنت بردان؟ أيوة أنا بردان. ستة زعلان، أنت زعلان؟ أيوة زعلان. سبعة فرحان، أنا نجحت، أنا فرحان. مبروك. تمانية تعبان، مالك؟ أنا تعبان. تسعة سهران، النهاردة الويك إند بتاعي، أنا النهاردة سهران مع صحابي. عشرة سكران. يبقى الصفات العشرة هما جعان، عطشان، شبعان، حران، بردان، زعلان، فرحان، تعبان، سهران، سكران. الاستخدام، هل بنستخدم الصفات دي في الفصحى والعامية؟ أيوة بنستخدم الصفات دي في الفصحى والعامية، ما عدا كلمة جعان. كلمة جعان بنستخدمها في العامية بس، في الفصحى بنقول جوعان جوعان. المصدر، ازاي نجيب مصدر الصفات دي؟ لو احنا عايزين نجيب المصدر بنحذف الألف والنون في كل الصفات دي ما عدا كلمة جعان، دي ليها حالة خاصة، لكن بقية الصفات التسعة بنحذف الألف والنون بنلاقي المصدر على طول، زي كلمة عطشان عطش، شبعان شبع، سكران سكر، سهران سهر، حران حر، بردان برد، زعلان زعل، فرحان فرح. لكن كلمة جعان المصدر بتاعها جوع. المؤنث، إزاي نجيب المؤنث من الصفات دي؟ كل اللي هنعمله هنحط ت مربوطة في آخر الصفة، زي كلمة جعان جعانة، عطشان عطشانة، شبعان شبعانة، حران حرانة، بردان بردانة، زعلان زعلانة، فرحان فرحانة، سهران سهرانة، تعبان تعبانة، سكران سكرانة. الجمع، ازاي نقول الجمع للصفات دي؟
كل اللي هنعمله هنحط يه ونون للصفة زي كلمة جعان جعانين عطشان عطشانين فرحان فرحانين زعلان زعلانين تعبان تعبانين سهران سهرانين. يبقى النهاردة اتكلمنا في الدرس ده عن العشر صفات اللي بتنتهي بحرف الألف والنون، اتكلمنا عن الاستخدام، عن المصدر، عن المؤنث، عن الجمع. هنعمل تدريب صغير عشان نعرف الناس فهمت الدرس ده ولا لا. هنديكم 5 ثواني لكل جملة. أول جملة معانا النهاردة هي آدم بلا 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 عشان هياخد أجازة كبيرة من الشغل. فرحان سهران بردان. أيوة صح، فرحان. آدم وأحمد وسارة هيسافروا دهب، بس سارة ما نامتش كويس عشان كده هي زعلانة جعانة تعبانة. أيوة صح، تعبانة. الجو كان برد في دهب، بس هما ما كانوش زعلانين ولا بردانين ولا فرحانين. أيوة صح، بردانين. وبكده يكون درسنا النهاردة انتهى. ما تنسوش تدعمونا، شير لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو في سؤال ممكن تكتبوا السؤال في التعليق وأنا هجاوب على كل الأسئلة. شكرا، مع السلامة.